بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهنئ نفسي وأهنئكم أني استرجعت قناتي، ولله الفضل أولا وأخيرا. إن شاء الله هذه يعني كلها ابتلاءات، والحمد لله الإنسان يصبر، واللي عنده حق ما يضيعش، واللي ما يتعداش على رزق الناس ما يتعداش حتى ما يتعدى حتى حد عليه على رزقه. يعني ما تاكلش متاع الناس ما ياكلكش متاعك، وما تاخذش متاع الناس ما ياخذلكش متاعك. الحمد لله بفضل الله رجعت القناة، والفضل أولا وأخيرا يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى. ثم ابني خليل يعيش في يقرأ في رومانيا، هو الذي يعني تولى العملية وقعد يراسل في اليوتيوب والجوجل، يعني حتى أقنعهم إن السيد في فما شكون يعني سرق قناتي. وبارك الله فيه، وربي يبارك لي فيه إن شاء الله، بارك في جميع أبناء المسلمين. حبيت يعني نبشركم، فقط عندي ملاحظة حبيت ألاحظها على بعض الإخوة اللي يعني يسألوا فيا ويعاودوا رجعت قناتك عم مختار ولا رجعت. الحمد لله وبشركم رجعت، وفما اللي واسوني، لكن إن العملية اللي أنا ما عجبتنيش وما استوعبتهاش وما حبيتهاش تصير، كون أني راسلت يعني 3 أو 4 أو 5 مدونين في هذه العملية أنهم يساعدوني أو يدلوني على طريقة أو كذا، ولا واحد منهم جاوبني. تفضلوا، هذه المعاينة. هذا يا سيد، هذا يا مدونة الأرباح، راسلته وهو تونسي، راسلته بالإيميل وتحت الفيديو ولا جواب، حتى بمواساة، حتى بكلمة. يعني مش عارف ليش، يعني انا شخصيا نجاوب يوميا على ما اقلش من 50 60 تليفون، ما اقلش من يعني حوالي 1000 سؤال في الاسبوع في القناة. يعني تليفونات يعني ما تتوقعوش شنو هو، يعني ما تستوعبوش شنو اللي من كم التليفونات، لدرجه اني فيه التليفونات اذا كان انا مش موجود تتحول على المحل، على علي وهيكل تغشوا، وانا تغششت، اذا كسرت التليفون، كسرت الشريحه البيس، وكنت لهم خلوني انا واحد يرد. هم تعبوا وقال لك احنا ما عادش ساعدنا باش نودوا نردوا على الناس هذوما، لأن كل سؤال فيه مشكلة، وكل سؤال مش مفهوم، وكل أنا نستغرب. يعني إنسان كيف يرد على سؤال، أو يعني ينقذ إنسان غريق من شيء معين هو غارق فيه، حتى ولو بكلمة مواساة، شيخ يخسر حاجة، ما يخسر شيء. رسلت كذلك هذايا خونا استديوهات الريشة، أظن من غزة ولا منين، ولا جواب ولا كلمة ولا حرف. نسيت أخونا إلياس برو، أظني من المغرب حتى هو إلياس برو، ولا كلمة ولا حرف. كلهم رسلتهم على الإيميل وعلى تحت الفيديو، وواحد آخر أظني خليجي زاد حتى هو كيف رسلته، ناس مشهورين ومعروفين، ولا واحد منهم جواب. الحمد لله. عموما يعني كما قلت، يعني لا ما ضاع حق وراه مطر، يعني الحمد لله ربي يهدينا على بعضنا وربي يوفقنا. والحمد لله وانا عندكم كم يعني من الفيديوهات ومن القنوات. انا ماني كيف ضاعت مني هذيك، عملت واحده اخرى اللي هي سميتها ميكانيك مختار 2، وعندكم كذلك القناه هذه اللي رجعت، اللي كانت ضايعه وكانت مسروقه ورجعت الحمد لله. وعندكم القناه الكبيره اللي هي ميكانيك مختار تونس، فما حوالي درت حوالي تقريبا 2000 فيديو ما شاء الله. وعندكم السيت، نجم تدخلوا زاد كيف فيديوهات موجودين في السيت، موجودين يعني كل الفيديوهات اللي هو يدخل السيت طولي من شان اليوتيوب يمشوا للسيت، يمشوا للموقع. يعني الحمد لله، يعني عندنا كم هائل من الفيديوهات. عندكم كذلك شان دالي موشن، هذه فرنسوية، يعني كما اليوتيوب، إنما
ما يعني تابع فرنسا هذه كيف كيف فيها فيديوهات. لازم تدخل اي حاجه انت تحب عليها من عند مختار، تكتب الحاجه وتكتب وراها مختار. يعني هنا تجي مثلا تكتب اي حاجه وتكتب وراها مختار، تكتب اي حاجه اللي حاجتك بها وتكتب وراها مختار، يخرج لك الفيديوهات نتاعي متوفر ان شاء الله العمليه. وانا ما نقلقش من السؤالات، المهم وسعوا بالكم انتم واشرحوا لي يعني بالضبط، لان ما تخلونيش السؤال ناقص وانا ما نعرفش هو اللي صاير بالضبط. ماذا بيا انا اللي باش يسالني سؤال يقول لي يعني شنو اللي عمل وشنو اللي صار قبل ما يصير المشكل. تو يجي يكتب لي مثلا برشا برشا اخوه يكتب لي والله انا سيارتي تمشي وقفت. بيا الحاجات اللي يعني تكون انسان يحب يسال عليها يعطيني التفاصيل ويشرح لي شنو اللي صار للموضوع قبل كل شيء. وان شاء الله مبروك علينا القناه رجعت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.